السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، صلى على حبيب سيدنا محمد، اللهم صل وسلم بارك على أشرف الخلق سيدنا محمد. فضل وليس أمر، دعمونا باللايك والاشتراك عشان إن شاء الله بإذن الله قوة تكبر بيكم انتوا. النهاردة في ارتفاع في سعر كيلو الفراخ البيضة 4 جنيه، تنفيذ كيلو الفراخ البيضة جملة من أرض المزرعة 65 جنيه، أسعار الدواجن جملة من أرض المزرعة، أسعار الدواجن يوم الخميس 30/11/2023، وليكم الأسعار. ونزول في سعر كيلو الفراخ الساسو، تنفيذ كيلو الفراخ الساسو من أرض المزرعة النهاردة ب83 جنيه، تنفيذ كيلو الفراخ البلد الحر البلد المشعر 105، تنفيذ كيلو الروم الأبيض من أرض المزرعة ب95 جنيه، تنفيذ كيلو الروم الأسود 120 جنيه، تنفيذ كيلو البط الأبيض 64 جنيه، تنفيذ كيلو البط المرر 72 جنيه، تنفيذ كيلو البط المسكوفي 95 جنيه، تنفيذ كيلو البط البادي أو السوداني من أرض المزرعة النهاردة كيلو عامل 100 جنيه. بالنسبة لأسعار جوز السمان، جوز السمان من أرض المزرعة الجوز النهاردة عامل 60 جنيه، جوز الحمام البلدي بيبدأ من 110 إلى 130 جنيه على حسب حجم الحمام، تنفيذ كيلو الأرنب 90 جنيه، تنفيذ كيلو الوز 105. وبرضه النهارده في نزول في سعر طبق البيض، طبق البيض البلدي الجملة من أرض المزرعة 142 جنيه، طبق البيض الأحمر 125 جنيه، طبق البيض الأبيض 120 جنيه. لو عجبكم الفيديو بتاعي متنسوش باللايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.